والسحب شلون 4 كيلو يجيبون وياهم بعد استاذ احنا صالح الاشكال بالطائرات وبالشوكه السكريت والشكل اللي صار شرفنا اليوم بزيارة السيد المحافظ إلى مشروع مجسر الميثاق، وطبعا مراحل العمل كل جدار من 3 مراحل. تلاحظون الجدار اللي خلفي مرحلتين يعني منجزة ولسه مرحلة ثالثة، أما الجدار الآخر فمرحلة منجزة ومرحلة قيد الصف حاليا، وتظل مرحلة أخيرة إن شاء الله لكي يكون الجدار مهيئ لاستقبال الروافد الكونكريتية. مراحل العمل شلون عدت؟ اكيد اكو معوقات، بس احنا الدوائر الخدميه كلها متجاوبه ويانا، اداره المجاري، اداره الماء، كل ما ندز عليهم يجون، وكل ما يظهر معوق ندز على الدائره المعنيه، وكل الدوائر يعني متعاونه، يعني كهرباء، مجاري، ماء، رجال المرور، الكل متعاونين ويا المشروع. نسبه الانجاز حاليا 15% الفعليه.